شباب اهلا بيكم في موديل اكزام 9 من حصص مصر. تمام، ركز معايا كويس في الفيديو ده. انا هاخد موديل اكزام 9 وموديل اكزام 10، ماشي؟ ركز معايا بقى كويس من البدايه خالص عشان دول نموذجين مهمين قوي 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 قوي. يلا بينا نبدا. Women have made many، النساء قاموا بالكثير من نقط in the field of science، في المجال بتاع العلوم. يبقى عاموا many achievements، انجازات. قامت النساء بالكثير من الإنجازات، مش عقبات، مش إعاقات ولا فيلرز فشل. 1000 pounds، 1000 جنيه is deducted from، تم استقطاعها من his monthly salary، مرتبه الشهري. Intending ولا relieving ولا expanding ولا including social insurance fees، تبقى including، شاملة، متضمنة أو شاملة ال insurance fees، social insurance fees اللي هي رسوم التأمين الاجتماعي. I think my younger brother، أعتقد إن أخويا الصغير will be a brilliant athlete، هيبقى لاعب رياضي متألق. He has a great knot for sport، عنده great، وبتاخد حرف الجر فور اللي احنا هنختارها، يبقى passion. passion عنده الشغف بالرياضة، يبقى passion بتاخد فور، وافتكر إن الصفة بتاعتها اسمها passionate. passionate بتاخد about، passionate about يعني شغوف بي، passion فور شغف لي. Some archaeologists، بعض علماء الآثار، their initials، initials اللي هي الحروف الأولانية من اسمهم. On the tombs، على المقابر، they find، اللي بيجدوها يبقى زي carve، carve بيحفر أو بينحت. Robinson Crusoe ship، السفينة بتاعت Robinson Crusoe was wrecked، اتدمرت، near a أو an island، but he managed to survive، ولكنه نجح أن ينجو أو يبقى على قيد الحياة. يبقى السفينة بتاعته اتحطمت قرب an isolated island، جزيرة مهجورة أو منعزلة. Our team won the football match، يبقى كلمة isolated يعني معزول، لأ يعني بعيدة، مش serial سلسلة، ولا close قريب، ولا nearby قريب. Our team won the football championship، فريقنا فاز ببطولة كرة القدم. زي نقط the opponent يعني الخصم. 3-2-2 in the final، يبقى defeated، defeat يعني يهزم الفريق بتاعنا، هزم الفريق الخصم. انما كلمة treat يعامل او يعالج، كلمة lost يعني خسر، لا هو ما خسرش. earn يكسب بتيجي مع كلمة money، يكسب مال. The manager said to me، المدير قال لي، you must not bride in your work over the last few months، يبقى you must، كلمة bride بتاخد حرف، بتاخد الفعل take، you must take bride in، تعبير على بعضه، لازم تفخر بعملك. The Ministry of Education، وزارة التربية والتعليم، provided the classrooms، زودت الفصول، with educational facilities، الأولى facilities يعني تسهيلات، تسهيلات تعليمية. My neighbor is a kind-hearted man، جاري هو راجل طيب القلب. He treats everyone، بيعالج كل، بيعامل كل واحد. treat هنا معناها يعامل، بيعامل الجميع. In a friendly way، افتكر ان كلمة friend دي اسم يعني صديق، friendly دي صفة يعني ودود، عايز احولها لحال، الصفة اللي اخرها ال واي وعايزة تبقى حال، بنحطها في شبه جملة ظرفية، بتبقى in a friendly way او in a friendly manner، بطريقة manner او way، بطريقة ودودة. What not you since I saw you last night، بص خد بالك لما بيكون في سنس وجي وراها past simple، فعل ماضي بسيط، يبقى قبلها present perfect او present perfect continuous. present perfect يعني have او has، والتصريف الثالث have او has، والتصريف الثالث present perfect continuous have او has been والing. عايز اعمل سؤال فبنقول what have you been doing، have هنا اهو، وbeen you doing هنا اهو، وتفصلهم you. what have you been doing since I saw you، انت بتعمل ايه من ساعه ما شفتك اخر مره الشهر اللي فات. we not given the tickets before we went to the stadium، في عندي before، افتكر قاعدة before بتقول ايه، ان before بيجي وراها الباست سيمبل على اعتبار ان هو حدث تاني، التصريف التاني اللي هو وانت اهو، ده الحدث التاني، يبقى عايز قبلها الحدث الاول في زمن الباست بيرفكت يعني had plus be. بس خد بالك حاجة من حاجة هنا، we have been given ومفيش غيرها اصلا، لانها passive يعني نحن اعطينا التذاكر، يعني حد ادانا التذاكر، دي مجهول. يعني لو في had given، في had بس و had been، هختار برضو had been. We don't need to hurry، احنا مش محتاجين نسرع. we have not time before the film starts، كلمة time اسم لا يعد، معنى وقت، اسم غير معدود، وخد بالك ان كلمة many كثير للعدد، وكلمة few كثير قليل للعدد، الاتنين دول بيجوا وراهم اسم جمع.
دي بمعنى كثير، دي بمعنى قليل. يبقى لا عايز دي ولا عايز دي. طب عندي ماتش وليتل، الاتنين دول غير المعدود اللي هو مع كلمة تايم مثلا، بس هو بيقول لك احنا مش محتاجين نسرع، يبقى احنا عندنا وقت كتير، we have much time. 13. They know of the cold weather، الجو البارد، of Europe after living for 5 years there، بعد ما عاشوا لمدة خمس سنين هناك. يبقى زي didn't used to the cold weather، لم يعتادوا على الطقس البارد. لا، didn't used to عايز اوراها فعل في المصدر. في عندي got used to اللي بيجي وراها يا اما ing، ما عنديش ing هنا بس ممكن يجي وراها اسم زي cold weather، يعني هم اتعودوا على الجو البارد في اوروبا بتاع اوروبا بعد ما عاشوا هناك لمده 5 سنين. The robbers، اللصوص، yesterday، استنى الجمله ليها تكمله، was sent to prison. بصوا يا شباب انا عايز اختار اختيار هو اللي معاها was arrested. The robbers who was arrested، اللصوص اللي اتقبض عليهم امبارح. احنا اتعلمنا في relative pronouns لو عايز احذف ضمير الوصل زي هو عايز الغيها الغي معاها was، يبقى الاجابه الصح arrested، وبتبقى محل اسم مفعول. يعني تترجم بالعربي اللصوص المقبوض عليهم امس، المقبوض عليهم، يبقى arrested دي عباره عن ايه؟ يعني هو was arrested، او هو هو was arrested عشان هو مفرد. she said، said ده فعل ماضي، لما بيكون فعل قول ماضي، فعل قول هو يقول جاي في الباست، انا قلت لك قبل كده استثني اي فعل ما هواش ماضي، تمام؟ she said she not her friend for ages، يبقى مش doesn't see ومش hasn't seen، عشان سيد قالت، هي قالت انها ما شافتش صاحبتها من سنين، يبقى hadn't seen. hadn't seen لان الجمله باديه بسيد، اوكي؟ ومش سو. شاف هي قالت انها شافت صاحبتها من سنين ما تنفعش. It's not very windy، عاصف جدا، during the night، اثناء الليل، there are leaves، في اوراق شجر، all over the ground، في جميع انحاء الارض. يبقى طبعا انا بقول لك during the night، اثناء الليل، يبقى قصده بالليل اللي فات. يبقى اكيد الجو عاصف ولا اكيد الجو كان عاصف؟ لو الجو عاصف دلوقتي انت مش تنفع تعمل استنتاج، انت هتقول الجو عاصف. يعني لو الجو عاصف دلوقتي هتقول it is very windy على طول، مش هتستنتج. بس انا بستنتج في الماضي، بما ان صحيت ولقيت اوراق شجر مرميه في كل حته، فمعنى كده ان الليله اللي فاتت كانت عاصفه، تمام؟ يبقى it must have been عشان ماضي، must have been، ومش can't have been كمان لان دي نفي. which can't be used in the blanks، انهي ممكن تستخدم في البلانكس؟ بص كده ركز معايا. جاك في نقط، ده كاربنتر في نقط، ميد ده كبرد، يبقى عايز حاجه هنا وعايز حاجه هنا. هل هي كما الكما ولا الهايفن ولا السيمي كولن؟ ركز معايا، تعالى نرجع حاجه صغيره. بنقول ان الهايفن، نمسح الكلام ده بس عشان نعرف نشوف. الهايفن اللي احنا الكاما الاول تستخدم to separate clauses، لفصل الجمل، from the rest of the sentence، عن باقي الجمله. when you want to add extra information، لما تحب تضيف معلومات زياده. يعني our teacher، المدرس بتاعنا اللي هو مستر اشرف، عملت ايه؟ حطيت قبلها كاما وبعدها كاما. is always helpful، هو دايما مفيد. حطيت كاما هنا وكاما هنا برضو. I answered the test، انا جاوبت التست، حطيت كاما. which we had yesterday، هنا كاما. very well، الجملة دي ممكن تستغنى عنها، يعني بنقول I answered the test very well. Our teacher is always very helpful. نفس القصة هنا اهو، بنقول Jack made the cupboard. Jack مين؟ اللي هو الكاربينتر. يبقى ممكن نحط كومة هنا وكومة هنا زي ما عملنا من شوية ونختار كومة. ماشي؟ اللي وراها. Which can be used، اللي ممكن يستخدم in the blanks، في الفراغات. The children were told to bring the following items، الأطفال طلب منهم إن يجيبوا البنود التالية. عايز أقول البنود بقى، سرد افكار او بنود، ابن، ابنسل، رولر، اند اكسرسايز بوك. تعال نراجعها برضو. احنا قلنا الكولن اللي هي نقطتين في بعض بتستخدم لايه؟ اول حاجه بنقول تو انتروديوس ا ليست اوف كوتيشن، ليه؟ عشان نقدم ليست اوف كوتيشن، قائمه من المقتبسات ان ا سنتنس. يعني هي نيد ذا فولوينج، حطيت انفيرتد كوماس علامات تنصيص، هو عايز الاتي. قلنا بقى كولر، كما، brushes، some water، a piece of cloth. يبقى حطيت قبل ما اقول القائمه بتاعتي حطيت الكولن، الكولن مش السيمي كولن، يبقى الاختيار هنا هيكون على الكولن. ماشي يا شباب؟ what is، الحاجات اللي انا جبتها لك دي من ملزمه السكيلز اللي احنا خدناها في اول السنه، هعمل لك برضو مراجعه عليها قبل الامتحانات. what is the main purpose of the persuasive paragraph، persuasive يعني باراجراف اقناعي، الغرض بتاعه. inspire يعني يلهم، the reader to feel a certain way،
الهام القارئ انه يشعر بطريقه معينه towards an event تجاه موقف معين او character او place. inspire هنا معناها اقناع، يقنع او يلهم. دي اقرب واحده، هنشوف الباقيين بيقولوا ايه. tell a story، لا طبعا tell a story ده في narrative. explain a concept انك تشرح concept in full depth بعمق كبير، لا ده بيبقى في الاكسبوزيتوري التفسيري. make the reader experience بتخلي القارئ يجرب whatever is narrated ما يروى برضو. ده لا يبقى الإجابة الصح عندي هتبقى الأولى A. The introductory paragraph الباراجراف التقديمي is an essay of an essay في المقال requires a topic thesis بيتطلب التوبيك الفكرة الموضوع والthesis and A and main idea والفكرة الرئيسية. ماشي طبعا احنا بنتكلم على الانترودكتوري باراجراف في الإيسي الباراجراف التقديم تكتب فيه العنوان والفكرة الرئيسية. قطعة الكومبريهنشن read the following passage then answer the question. many parents اباء كتيرة need help to deal with بيحتاجوا مساعدة للتعامل مع their children's naughty behavior سلوك اطفالهم النوتي الشقي at home في البيت. the first positive discipline اول انضباط ايجابي اول اسلوب انضباط ايجابي is for parents to remain calm انه يفضل هادي. المفروض الاب او الام يفضل هادي because nervous parents لان الاباء العصبيين don't get good results لا يحصلوا على نتيجة جيدة. parents who cannot often remain calm الاباء اللي ما بيقدروش يفضلوا هاديين find that their children stop talking بيتوقفوا عن stop taking any notes of them يعني لو انا اتنرفزت على ابني ولا هيعبرني خالص. ده معنى الجملة ان parents تاني هي parents who cannot often remain calm الاباء اللي ما بيقدروش يظلوا هاديين find that بيجدوا ان their children اطفالهم stop taking any notes of them بيتوقف انه يلاحظوا حتى يعني يسيب بابا يزعق زي ما هو عايز. the second challenge التحدي التاني is to know انك تعرف how to correct bad behavior in an effective way ازاي تصلح السلوك السيء بطريقة فعالة. For instance يعني على سبيل المثال punishing children by preventing them دي شوف عايدة على مين معاقبة الأطفال بأنك تمنحهم from watching their favorite TV programs من مشاهدة برامجهم المفضلة is not an ideal solution ما هوش حل مثالي. parents should establish clear rules يجب على الآباء أنهم يضع clear rules قواعد واضحة for the children to follow عشان الأطفال يتبعوها. if children refuse to follow these ولو رفض الأطفال اتباع هذه القواعد they know فهم يعلموا they will be disciplined انهم سيتم انضباطهم. the most effective way الطريقة الأكثر فعالة of encouraging a good behavior لتشجيع السلوك الجيد is to give positive feedback هو إعطاء ردود فعل إيجابية as often as possible بقدر الإمكان to show that لإظهار إن it is not only nuteness مش بس الشقاوة that attract attention اللي بتجذب الانتباه. as you think about how to discipline your children وانت بتفكر ازاي تضبط أطفالك أو طفلك it's important to remember ضروري أن تتذكر the word discipline is rooted إن كلمة discipline يعني يضبط أو انضباط is rooted in meaning متعمقة جدا في المعنى of learning and teaching في التعليم والتعلم. the best way to discipline your child أفضل طريقة إنك تضبط سلوك أو طفلك is to help him or her make better choices إنك تخليه أو تخليها يعمل الاختيارات الصحيحة. you can rule play the behaviors يمكنك أن تلعب دورا في تعديل السلوك using calm voice باستخدام الصوت الهادي. be encouraging كن مشجعا when you make the right choices لما يعملوا الاختيارات الصحيحة شجعهم. finally you must know أخيرا لازم تعرف that discipline الانضباط can help your child learn how to behave as well as how not to behave. الديسيبلين بيعلم برضو الأطفال بيخلي طفلك يتعلم إزاي يتصرف أو يعمل إيه أو ما يعملش إيه. it works best وهو يعمل بشكل أفضل when you have warm and loving relationship لما يكون عندك علاقة حميمة أو محبة أو warm دافئة with your child مع طفلك. الأسئلة the article suggests بتقترح المقالة that parents should be إن الآباء يجب أن يكونوا calm هادين worried قلقين eager يعني متشوق ولا nervous عصبي. طبعا القطع المقالة بتقول إن لازم يكونوا calm هادين according to the article تبقى للمقالة the best way to correct children's bad behavior أفضل طريقة لتصحيح السلوك السيء بتاع الأطفال is a punishing children لا طبعا مش عقابهم القطعة ما بتقولش كده establishing clear rules
establishing يعني setting، وضع قواعد واضحه for children to follow. اه هي دي الصح، يبقى الاجابه الصح بي. hitting them hard اضربهم جامد، لا ما قالش كده. preventing them from watching their favorite TV program، ولا دي برضو. the underlined pronoun them، كلمه them طبعا بتشير الى children، الى الاطفال. the article suggests، المقاله بتقترح ذات، in order to discipline children، كي تضبط الاطفال. parents first of all should a، يجب على الاباء اولا. انهم treat them as harshly، harshly يعني بقوه او بصلابه او بخشونه. as possible طبعا ما قالش كده. stop beating them، نتوقف عن ضربهم برضو لا. find an effective way to correct their children behavior، هي دي جميله قوي. ايجاد طريقه فعاله لتصحيح سلوك الاطفال. 25 instead of punishing children، بدلا من عقاب الاطفال. parents should a praise them، praise يعني يمدح. praise them all the time، نمدحهم طول الوقت برضو ما نعملش كده. give them negative feedback، اعطائهم رد فعل سلبي برضو لا. encourage them to follow the necessary rules، هي دي صح، ان احنا نشجعهم انهم يتبعوا القواعد الضروريه. give them everything they ask، ما حدش بيقول كده، ما حدش بيقول ان احنا نديهم كل شيء عايزينه. according to the article، طبقا للمقاله. what happens when parents get angry too often، ايه اللي بيحصل لما الاباء بيتعصبوا كتير. their children follow the rules of good behavior، اطفالهم بتتبع قواعد السلوك الجيد، ما بيحصلش لما بتتنرفز بيجيب طريقه عكسيه. their children become frightened of them، اطفالهم بيبقوا خايفين منهم، يا ريت ما حدش بيخاف، دول جبلات. their children do what they want at once، بيعملوا اللي هم عايزينه في الحال. ولا their children stop taking notes of them، بيتوقفوا عن taking notes of them. اه هي دي، يعني ما بيديش اي اهتمام لباباه، زعق زي ما انت عايز وخليه غاضب زي ما انت عايز. A suitable title for the passage أو to the passage، عنوان مناسب للقطعة would be A. How to reward good children، إزاي تكافئ الأطفال الكويسين. How to punish naughty children، إزاي تعاقب الأطفال الوحشين effectively، فاعلية. How to discipline naughty children، أو هي دي أحلى واحدة، إزاي discipline تضبط الأطفال الأشقياء. مش how to set role models، إزاي تعمل مثل أو نموذج يحتذى به for children، للأطفال. 28 مش 27. How do you think role play can help discipline children، تفتكر role play لعب دور هام ممكن يساعد ازاي في ضبط الاطفال. children can imitate their parents، حلو اه ممكن يقلدوا والديهم. children are encouraged to tell their parents about their needs، الاطفال بيشجعوا ان يخبروا والديهم عن احتياجاتهم، لا ما اعتقدش. children can have rules to play at school، ممكن يكون لهم ادوار يلعبوها في المدرسه برضو لا. children can understand why they are punished، الاطفال بيفهموا ازاي ليه هم بيتعاقبوا برضو لا. يبقى انسب اجابه هي الاولى، لما بتعمل سلوك جيد بتقوم بدور تلعب دور كويس الاطفال بتقلدك. القطعة الثانية before the mid 19th century، قبل منتصف القرن 19. people in the United States، الناس في الولايات المتحدة قرن منتصف القرن 19 يعني 1850 يا شباب ماشي. people in the United States are most ate most foods، كانوا بياكلوا معظم الأطعمة only in season، فقط في موسم واحد. drying smoking and salting could preserve meat، طبعا عملية drying التجفيف وsmoking التدخين، مش تدخين السجاير لا، تدخين الأكل، احنا بناكل في حاجات اسمها أسماك مدخنة مثلا. and salting والتمليح could preserve، يمكن أن تحفظ meat، اللحوم for a short time، لفترة قصيرة. but the availability of fresh meat، ولكن إتاحة الفريش ميت، اللحمة الطازجة like that of fresh milk، زي بالظبط اللبن الطازج. was very limited، كان محدود جدا. there was no way to prevent spoilage، ما كانش في طريقة لمنع الفسادين أو إن الأكل ده يبوظ. but in 1810، ولكن في 1810 a French inventor، مخترع فرنسي named Nicolas Appert developed the cooking and the sealing process، اخترع طريقة للكوكينج والسيلينج اللي هو الطهي وتعليب الطعام، يعني يطبخ الأكل ويحطه في علب بطريقة ما. and in 1850s وفي الخمسينات من القرن برضو an American named Gil Borden developed a means of condensing and preserving milk، الراجل ده اخترع طريقة للكوندنسنج تكثيف وللحفظ اللبن، حفظ اللبن وتكثيفه.
كان فود الطعام المعلب and condensed milk واللبن المكثف became more common بقى شائع جدا during the 1860s but supplies ولكن الامدادات remained low ظلت منخفضة because cans لان العلب دي had to be made by hand كان لازم تتعمل يدويا by 1880 قبل 1800 بحلول عام 1880 however inventors had fashioned the stamping and soldering machines كان قام المخترعين بتصميم آلات الختم واللحام يختموا الأكل ويلحموا العلب that mass produced cans from tin plate للأطعمة اللي بتنتج بكميات كبيرة بيعملوها بالتن بليت بالعلب الصفيح suddenly فجأة all kinds of food could be preserved جميع أنواع الطعام يمكن حفظها and bought at all times of the year وكانت تشترى في جميع أنحاء السنة أو طول السنة كلها other trends اتجاهات اخرى and inventions واختراعات had also helped make it possible for the Americans خلى الموضوع ممكن للامريكان to vary ان يتنوع their daily diets ان يتنوع في غذائه اليومي يبقى ياكل حاجات كل حاجه اللي بينتج في الصيف وفي الشتاء growing urban population الزياده السكانيه في الحضر created demand خلقت او سببت طلبا that encouraged the fruit and the vegetable farmers ده شجع الفارمرز المزارعين اللي بيزرعوا الخضروات والفاكهة to raise more produce raise يعني انه يزود produce هنا يعني محاصيل زراعية مش verb وعدت قبل كده في امتحان بتهيألي railroad refrigerator cars عربيات بها ثلاجات تعمل على السكة الحديد يعني قطرة العربيات بتاعت القطر معمولة شاحنات بثلاجات enabled growers كانت بتمكن الزارعين and meat pickers والناس اللي هي بيكر اللي هو بيعبي اللحوم to ship ان هو يرسل او يشحن perishables اشياء او الاكل طعام سريع التلف لgreat distance مسافات كبيرة to preserve them ولحفظهم يبقى زم دي عايدة على perishables يا شباب الاكل سريع التلف for longer periods لفترات أطول thus ولذلك by 1890s قبل 1890 northern city dwellers يعني ساكني أو قاطني المدينة الشمالية could enjoy southern and western grapes بقوا يستمتعوا بالgrapes العنب بتاع الغرب والجنوب and tomatoes والطماطم previously اللي كانت سابقا available for a month at most اللي كانت سابقا متاحة لمدة شهر بس كان بيجي لهم الاكل يقعد معاهم شهر فقط باقي السنه ما بيكونش فيه اصناف اللي هي عايزينها for up to 6 months of a year دلوقتي بقت لمده اكتر من 6 شهور سنويا in addition بالاضافه الى ذلك increased use of ice boxes الزياده او الاستخدام المتزايد للايس بوكس ايس بوكس ده عباره عن تانك عامل زي الكولمان كده بتاع الميه بيتحط فيه اللحوم ويتحط فيه تلج عليها عشان تحفظ enabled families مكن الاسر to store perishables ان هم يخزنوا الاكل الاطعمه اللي هي قابله للفسد سريعه التلف an easy means of producing ice طريقه سهله لانتاج الايس commercially تجاريا had been invented تم اختراعها in the 1870s في 1870 and 19 the nation had more than 2000 commercial ice plants بقى فيها مجالين لانتاج التلج تجاريا most of which made home deliveries والطريقتين دول بتعمل home deliveries بتوصل التلج لغاية البيوت ما كانش فيه التلاجات زي دلوقتي بس كان فيه بيصنعوا التلج كان زمان من فترة يمكن بابا وماما او اجدادكم ممكن يعرفوها ان زمان كان الناس بتشتري التلج وبتحط الاكل عليه وخاصة the ice box became a fixture الايس بوكس اللي احنا بنتكلم عليه بقى فيكستشر بقى تجهيزات ثابته او حاجات من الاشياء الثابته ان موست هومز في معظم المنازل اند ريميند سو وظل هكذا انتل ده ميشنايزد ريفريجيريتور لغايه ما الثلاجات دي ريبليسد اتحلت محله ان 1920 اند 1930s almost everyone now دلوقتي تقريبا كل واحد هاد امور دايفرسايفيد دايت عنده غذاء نظام غذائي متنوع سام بيبل كونتينيود تو ايت مينلي فود بعض الناس استمرت في انها تاكل اطعمة اساسية او تعتمد اساسا على الطعام that were heavy in stretches and carbohydrates اللي هو heavy مليء بالstretches النشويات والcarbohydrates and not everyone could afford meat ومش الجميع كان يقدر يتحمل انه يدفع ثمن اللحوم nevertheless على اي حال many families could take advantage اسر كتيرة كانت بتستغل الميزة of previously unavailable اللي كانت
مش متاحه سابقا. unavailable fruit vegetable and dairy products، ما كانش متاح زمان الفاكهه والخضروات والديري برودكتس منتجات الالبان to achieve more varied fair، بقوا يحصلوا عليها باجره عاديه او بثمن عادي جدا متنوع، يعني ممكن حتى يكون في منافسه محل عن الثاني ومحل يقدمها ارخص من الثاني. الاسئله: what does the passage mainly discuss؟ القطعه دي بتتكلم على ايه اساسا؟ population movement، حركات السكان in the 19th century، في القرن 19 لا طبعا. causes of food spoilage، اسباب فسادات الطعام برضو لا. commercial production of ice، الانتاج التجاري للثلج، مش هو ده برضو اساسا لا، بيتكلم عن invention that led to changes، التغيرات التي ادت او الاختراعات التي ادت للتغيرات in the American diet، في النظام الغذائي الامريكي. يبقى هي دي الاجابة الصحيحة. the phrase in season، العبارة اللي موجودة بتقول in season refers to a method of flavoring food، طريقة لاعطاء الطعام نكهة. ولا a particular time of the year، طبعا هي دي particular time of the year، فترة معينة من السنة، مش kind of weather كمان نوع من الطقس، ولا an official schedule جدول رسمي. the word prevent، كلمة prevent is closest in meaning، قريبة جدا في المعنى من avoid، avoid يتجنب، مش كفن كفن، ولا correct يصلح، ولا estimate يقدر. during the 1860s canned food، أثناء 1860 الطعام المعلب products were a were available in limited time، كان متاح بكميات صغيرة لأن كان بيتعمل يدويا. it can be inferred that a railroad refrigerator cars came into use، يعني يمكن الاستدلال إن سيارات الثلاجات السكة الحديدية rail refrigerator cars، سيارات ثلاجة السكة الحديد دخلت حيز الاستخدام، came into use. الكلام ده حصل امتى؟ before 1819. رجع القطعة وتأكد. the underlined pronoun them، كلمة them بتشير على ايه؟ قلناها واحنا شغالين، بتعيد على ال perishables، الاكل سريع التلف. the author implies that، المؤلف بيشير الى in the 1920s and 30s، في العشرينات والثلاثينات، some deliveries، بعض ال home deliveries of ice، توصيل التلج للمنازل، حصل له ايه؟ were on an irregular schedule، كان موجود على جدول غير منتظم لا. occurred only in the summer، كان بيحدث بس فقط في الصيف برضو لا. decreased in number of، ليه decreased in number؟ ليه قل في العدد؟ لان ظهرت الثلاجات الكهربائية. increased in cost، زاد في التكلفة برضو لا. which of the following types of food، انهي من انواع الطعام التالية، preservation، حفظ الطعام التالي، was not mentioned، يعني انهي طريقة لحفظ الطعام لم تذكر في القطعة. drying التجفيف اتقالت، canning التعليب اتقالت، cold storage التبريد برضو اتقالت، اللي هو التلاجات. يبقى الكيميكال اديتيفز، اضافات الكيميائية دي ما اتقالتش. معلش الامتحان 9 هو الـ انا اسف، الترجمة بتاعته هي في امتحان تقريبا 7 نفس الترجمة، فحصل لخبطة معرفش منه ولا من عندنا، فبص الامتحان 7 هتلاقي نفس الترانسليشن اللي فيه. يلا بينا نخش على نموذج العاشر، يلا بينا. موديل اكزام 10 من حصص مصر. The students have celebrated، الطلاب احتفلوا بزير graduation، بالتخرج بتاعهم، in marvelous ceremony، في مراسم احتفال رائعة. parents مش exception، معرض مش funeral، جنازة ولا fair برضو معرض. parents have a very important role، طبعا role اللي هي بالأو، الآباء لهم دور هام جدا in developing the morals of society، في تطوير أخلاق أو مبادئ المجتمع. my sister is passionate، لسه قايلها في الامتحان اللي فات، بتاخد about، لو هي passion بس تاخد 4، احنا كنا كاتبين كده passion تاخد 4، passionate تاخد about. my sister is passionate about new trends، هي مفتونة بي أو شغوفة بترندز، الاتجاهات الجديدة of clothes، للملابس الموضة يعني. she likes to wear، بتحب تلبس fashionable dresses، fashionable يعني على الموضة، بتحب تلبس هدوم أو فساتين موضة. the pyramids and the old temples، الأهرامات والمعابد القديمة are part of our historical، هو جزء من الهيستوريكال heritage، التراث التاريخي، heritage يعني التراث. when he first traveled to China، أول ما هو سافر الصين، he found it difficult to eat with، كان بيلاقي من الصعب انه ياكل ويز chopsticks، العصيان او العيدان اللي بياكل بيها الصينيين، مش فورك يعني شوكه، ده عادي اي حد بياكل بيها، والنايفز السكينه، والسبون المعلقه لا.
I have tried to I have tried to Google the name. حاولت ان انا اكتب ابحث في جوجل عن the name of this organization على اسم المنظمة دي but it doesn't ولكنه doesn't exist. Exist يتواجد ولكنه ما كانش موجود. Teachers provide their students الطلاب المدرسين بتمد طلابها with what they need بما يحتاجونه and don't wait for anything in return يعني ردا لذلك in vain يعني بلا جدوى يعني من غير فايدة in advance يعني مقدما in progress في تقدم it's always said يقال دائما that there is a knot of beliefs ان في جاب فجوة من البليفز المعتقدات and thoughts والافكار between generation بين الاجيال يبقى دي فجوة او فراغ He knocked for this factory for 30 years. في 4 زائد مدة. He will retire. هيطلع معاش الشهر الجاي يعني لسه بيشتغل فيها فهنقول has worked. خد بالك ان قبل sense of 4 بنختار المضارع التام. The manager said المدير قال that he is the best candidate. ان هو المرشح الافضل because he speaks English. عشان بيتكلم انجليزي ازاي بطلاقة. Fluently. It is not there is not any rice in the kitchen. مفيش اي رز في المطبخ now. It not all not. طبعا it تاخد has. Has a was. ماشي. بس انا عايز اقول ان هو التاكل. التاكل. وفي اثر لان هو التاكل انه مفيش منه دلوقتي. There isn't any دلوقتي. تمام. يبقى هنختار اللي فيها has. اللي فيها has. اللي فيها مش had. لا has. تمام. Has eaten اكل ولا has been eaten التاكل. لا has been eaten. It has, هنا has, all been eaten. كله اتاكل. There is not information or information دي لا تعد. اسم لا يعد يعني ما ينفعش مني. ولا ينفع فيه. Non-information مش حاجة اسمها non-information. لا هي a lot of. A lot of information. في معلومات كتيرة on the internet that you can not trust. ممكن ما تثقش فيها. Number 13. I not wear glasses. When I was a student لما كنت طالب in the university I cannot wear glasses طبعا هو بيقول لك when I was a student لما كنت طالب ما تختارش cannot wouldn't wear ما كنتش هلبس لو انا بتكلم على would كعادة في الماضي ليس لها نفي طيب عندك would wear بتساوي used to wear كنت متعود البس بس خد بالك would دي ما بتجيش مع الافعال الثابتة بتيجي مع افعال اسمها افعال تكرارية وده فعل ثابت ان انا على طول لابس النظارة يبقى كمان حتى ود ما تنفعش يبقى هو قصده انه يقول ان انا ما كنتش بلبس نظارة لما كنت طالب في الجامعة ما كنتش متعود البسها ماشي The cat has got short legs القطة رجلها صغيرة It is a عايز صفة مركبة عايز اقول قصيرة الارجل يبقى short legged short legged وراجع الجدول بتاع الصفات المركبة The teacher was speaking المدرس كان بيتكلم quickly I couldn't دي جملة يبقى هنا تحط لي so وهنا تحط لي that عشان تقول للمدرس كان بيتكلم بسرعة جدا لدرجة ان انا I couldn't understand him يبقى so that دي so صفة that امير read the story please امير اقرا القصة لو سمحت the teacher asked امير المدرس طلب من امير انه يقرا القصة ما تقوليش وزر عشان ده مش سؤال ما تقوليش ذات عشان دي مش جملة خبرية يبقى معنى الجملة أسكت هنا بمعنى يطلب بتاخد تو المصدر أو نوت تو يبقى طلب منه إنه يقرأ بس لازم تترجم الجملة وتفهمها Which of the following punctuation أية من علامات الترقيم punctuation marks can be used ممكن تستخدم in the blanks في الفراغات اللي جاية When will you return to our city طبعا واضح بدأ ب when و capital letter يبقى ده question mark علامة استفهام اللي احنا عايزينها تقفل هنا هو We use a or an to list عشان نعمل قائمة لسه قايلينها في الامتحان more than two items or names of the same of sentence احنا بنستخدم يا جماعة الكاما عشان list more than two items عايز اقول اشتريت كذا وكذا اتنين او اكتر more than two items يبقى بقول مثلا he went to the shops and bought fruits, groceries, and vegetables ماشي A good essay المقال الجاي should include لازم يشمل real data يعني بيانات حقيقية poor style أسلوب ضعيف أكيد طبعا لأ fakeness تزييف طبعا برضو لأ incoherence عدم ترابط لأ يبقى ما عنديش غير real data يعني بيانات صحيحة أو حقيقية Which of the following is the essay that you should use settings أي واحد من دول هو في المقال اللي ممكن تستخدم فيه settings الإعدادات أو
تحديدات او ممكن وصف او حاجه زي كده، يبقى هو الديسكريبتيف اي سي، المقال الوصفي، مش الاكسبوزيتوري تفسيري ولا الارجيومنتيف الجدالي ولا الناريتيف الروائي. قطع الكومبرينشن، الاثنين دول تقال، وكل ما القطعه بقت تقيله، القطعه نفسها كانت تقيله، اسئلتها بتكون سهله. خدها قاعده، لو قطعه سهله خالص هتلاقي الاسئله لفه، لو قطعه تقيله شويه هتلاقي الاسئله بتاعتها اوضح، يعني الاختيارات بتكون غالبا معظمها غلط ما عدا واحد بس بعيد عنهم خالص، يعني اختيارات واحد بيكون ايجابي والباقي كله سلبي او العكس. universities الجامعات need to rethink، محتاجه انها تعيد التفكير، their approach في اتجاههم او موقفهم to learning في التعلم، if they are to produce لو هي يجب عليها انها تنتج produce people تطلع ناس with critical thinking بتفكير نقدي، leadership قيادة، collaboration تعاون في الحياة الحديثة and problem solving skills ومهارات التواصل الاجتماعي needed for modern life المطلوبة للحياة العصرية. learning in many universities التعلم في الكثير من الجامعات still happens in large lectures ما زال يحدث في large lectures hall قاعات المحاضرات الكبيرة. And rewards the ability to remember and repeat information وبيدعم قدرة التذكر وتكرار المعلومات. Researchers such as Nobel Prize winning physicist Carl Wieman الباحثين زي الراجل اللي هو الفائز بجائزة نوبل اسمه Carl Wieman have shown that أظهر إن This is one of the latest effective ways of learning إن دي واحدة من أقل طرق الفاعلية، أقل الطرق فاعلية في التعلم. Effective learning takes three things. التعلم الفعال بياخد ثلاث أشياء. First، أولاً، student must be able to reflect on what they are learning. الطلاب لازم يكونوا قادرين إن هم reflect on يعني ينعكس أو يعكس ما يتعلموا، يعني يستخدموا في الحياة العملية. Reflection الانعكاس ده helps student assess بيساعد الطلاب على تقييم what they know ما يعرفونه and what they don't وما لا يعرفونه. It also helps them to integrate كمان بيساعدهم في دمج new ideas الافكار الجديدة and concepts والمفاهيم into their body of language الى body of language لغتهم او جسم اللغة بتاعتهم. When student reflect عندما ينعكس الطلاب they strengthen the neural بيقووا neural pathways الممرات العصبية in their brain في المخ بتاعهم and build new pathways وبيبنوا ممرات جديدة that link information اللي بتقدر توصل معلومات that was previously not associated اللي كانت غير مرتبطة او غير متعلقة ببعضها سابقا. These links هذه الروابط enable critical thinking بتساعد على التفكير النقدي. ثانيا the learning happens when students stop being passive recipients التعلم ده بيتوقف او بيحدث true learning التعلم الصحيح بيحدث لما الطلاب يتوقفوا على ان يكونوا متلقيين سلبيين متلقي سلبي للinformation and become active experimenters ويصبحوا مجربين نشطين. when student take an active part عندما الطلاب ياخدوا موقفا او جزءا نشيطا they take responsibilities of or for the results and they ensure that learning is relevant to them فانهم يتولوا مسؤولية النتائج ويؤمنوا او يتأكدوا من ان التعلم مرتبط بهم. they develop habits كما انهم يطورون عادات that help them learn later اللي بتساعدهم في التعلم فيما بعد in life في الحياة such as self-regulation زي التنظيم الذاتي motivation الدافعية and curiosity والفضول حب الاستطلاع او المعرفة. third ثالثا learning happens when students apply new concepts التعلم بيحدث لما الطلاب دول بيطبقوا مفاهيم جديدة or skills مهارات. this is the most natural test for students comprehension of what they are studying وده احسن تيست افضل تيست او الاختبار طبيعي للطلاب للكومبريهنشن التفاهم بتاع الطلاب of what they are studying فيما يفهمونه او فيما يدرسونه. doing something receiving feedback about it القيام بعمل شيء ما receiving feedback وتلقي رد الفعل بخصوصه refining the approach and then doing it again also builder تكرار الابروتش الموقف ثم عمله مرة اخرى build neural pathways بيبني ممرات
for the retrieval and association للاسترجاع والربط. Universities are planning stage. الجامعات هي planning stage مرحلة تخطيط for a university aspiration لتطلعات المجتمع. All universities must begin. جميع الجامعات يجب أن تبدأ to produce في إنتاج employable leaders. قادة صالحين أو قابلين للتوظيف who will meet the challenges الذين سيواجهوا التحديات and are hindering التي تعوق the continent's progress تقدم القارة. قارة continent يعني قارة. To produce graduates with appropriate skills لتقديم الطلاب be appropriate skills مهارات ملائمة and ways of thinking وطرق للتفكير they will have to change the way they see design and assess learning. لازم يغيروا الطريقة اللي بيشوفوا بيها وبيصمموا بيها وبيقيموا بيها التعليم. Learning is a large lecture. Learning التعلم is a large lecture and repeating information are ways of learning. هي طرق للتعليم. بتكون ايه effective فعالة are effective way ولا great ولا very effective ولا less effective. لا هي بتبقى less effective. تعلم في محاضرة كبيرة بيكون أقل فاعلية. According to the passage, student must be able to. طبقا للقطعة الطلاب يجب أن يكونوا قادرين أن هم link pictures with words. يوصل الكلمات بالصور. لا. Study at the dark. يذاكروا بالليل في الضلمة. برضو ما قالش كده. Create a notebook of their points. يعمل notebook كراسة للنقط بتاعتهم. برضو لا. Reflect on what they are learning. يعني يتفاعلوا أو ينعكسوا بما يتعلمونه يعني اللي يتعلموا يستخدموا. Reflection helps student. الانعكاس ده بيساعد الطلاب ان هم assess their ability to see from apart. ان هم يقدروا يقيم او يقدر قدرته لكي يرى من بعيد. لا. Change their view quickly. انه يغير رأيه بسرعة. برضو دي لا. Evaluate يقيم بتساوي assess. What they know and what they don't. هي دي طبعا الصح ان يقيم ما يعرف وما لا يعرف. Be flexible أن يكون مرن and able to change whether it desire universities برضو دي لا. What do you think the underlined word neural refers to؟ كلمة neural معناها nervous system. لما بيقول neural pathways ممرات الجهاز العصبي. The best title for this passage أفضل عنوان للقطعة دي is A. هل effective learning tips نصائح تعليمية مفيدة حلوة مش وحشة. The future of education مستقبل التعليم ما قالش كده تحديدا. How to learn in 2021 برضو ما قالش كده. ازاي تتعلم في 2021. Universities learning تعليم الجامعات برضو دي لا. يبقى الإجابة اللي احنا متأكدين منها effective learning tips. When universities change the way they see design and assess learning they نقط. عندما الجامعات تغير الطريقة اللي بيشوفوا بيها ويصمموا ويقيموا بيها التعليم زي ايه. هل will need more supplies هيحتاجوا امدادات كثيرة لا. Won't need professors لن يحتاجوا أساتذة جامعة as learning will be self-based لأن التعليم هيعتمد على الذات نفسها برضو لا. Will produce graduates هينتج خريجين with appropriate skills بمهارات ملائمة أو هي دي صح. آخر واحدة will become a partner in a business ship طبعا لا هيبقى جامعات هتبقى شريك في البيزنس مش ممكن. Refining the approach and then doing it again معناها ايه؟ تكرار المنهج ثم فعل ذلك مرة أخرى. معناها build neural pathway for retrieval and association. تكرار المنهج ثم فعله مرة أخرى. هي دي الصح. مش facilitate يسهل the process of teaching ما بيسهلش عملية التدريس. مش when students are passive recipients مش لما الطلاب أو السؤال بيقول when students are passive recipients لما الطلاب يكونوا مستقبلين سلبيين. Learning doesn't happen. التعليم لا يحدث. طبعا. They learn effectively لما يكون passive recipient هتعلمه بشكل فعال طبعا لا. They increase the ability of listening بيزودوا قدرة السماع برضو لا. Learning is in the peak. Learning بيبقى على قمة الجبل برضو لا. Read the following passage and answer the question. دي القطعة التانية. خد بالك قطعة تقيلة شوية وطويلة بس ان شاء الله اسئلتها سهلة. A good work-life balance توازن بين الحياة والعمل التوازن الجيد بين الحياة والعمل
سيد كريس تشانسي اللي هو كارير اكسبرت، راجل اللي اسمه كريس تشانسي كارير اكسبرت، خبير في المهن اند سي اي او اوف امبليو ريكروتنج وسي او او مدير تنفيذي يعني لشركه امبليو ريكروتنج، هاز نيميريوس بوزيتيف افكتس، عنده تاثيرات ايجابيه عديده انكلودنج بما فيها ليس ستريس، التوتر اقل، اللور ريسك، مستوى اقل او خطر اقل او بيرن اوت من الارهاق الذهني، عنده جريتر سنس اوف ويل بينج، وعنده احساس كبير جدا من الويل بينج السعاده. employers who are committed to providing environments، الموظفين اصحاب العمل who are committed الملتزمين to providing بتوفير environments بيئات that support work life balance اللي بتوفر التوازن بين الحياه والعمل for their employees لموظفيها can save on costs ممكن يوفر لهم التكاليف او المصاريف لده. Experience fewer cases of absenteeism مع تجربة عدد قليل من حالات التغيب and enjoy a more loyal والتمتع بمور loyal and productive workforce قوة عاملة أكثر ولاء وإنتاجية. سيد تشانسي، نقراها كلها على بعضها كده، الجملة بتقول قال تشانسي أن أصحاب العمل الملتزمين بتوفير بيئات تدعم التوازن لموظفيهم في الحياة العملية توفر يجب عليها أن توفر التكاليف أو تستطيع أن توفر التكاليف وتجرب كما أنها تجرب عدد قليل في your cases of absence team من حالات التغيب والتمتع and enjoy a more loyal productive and productive workforce more loyal قوة عاملة أكثر وولاء وإنتاجية. ماشي. employers أصحاب العمل ذات offer options الذين يقدمون فرص as telecommunicating or flexible work schedule مثل العمل عن بعد أو جدول العمل المرنة. Work schedule can help employees يمكنهم مساعدة الموظفين have في تحقيق a better work life balance توازن حقيقي بين الحياة والعمل. When creating a schedule عند إنشاء جدول that works for you يعني يناسبك think about the best way فكر في أفضل طريقة to achieve balance في تحقيق التوازن at work في العمل and in your personal life وحياتك الشخصية. Chancy said قال Chancy that work life balance أن التوازن بين الحياة والعمل is less about providing about dividing the hours in your day evenly between work and personal life. And نقف لغاية هنا ونقول قال Chancy said أن التوازن بين الحياة والعمل لا يتعلق بتقسيم الساعات في يومك بالتساوي بين العمل والحياة الشخصية. تمام. Instead بدلا من ذلك is more about having a flexibility يتعلق الأمر بالمرونة to get things done لإنجاز الأشياء في حياتك اليومية in your professional life في حياتك اليومية أو حياتك الشخصية أو المهنية while still having time and energy to enjoy your personal life ويزال لديك الوقت للاستمتاع بشخصيتك وحياتك بيومك العادي. تمام. There may be some days where you work longer hours. هناك بعض الأيام اللي ممكن تشتغل فيها ساعات أطول. So you have time later in the week. بيبقى عندك وقت بعد كده في الأسبوع to enjoy other activities للاستمتاع بأنشطة أخرى. When you hear لما تيجي تسمع work life balance العبارة أو المصطلح بتاع work life balance توازن بين الحياة والعمل you probably imagine ربما تتخيل having an extremely productive day. إن يومك لازم يكون يوم إنتاجي للغاية. At work في العمل and leaving early والمغادرة بدري to spend the other half انك تقضي اليوم النص التاني of the day with friends and family مع اصدقائك واسرتك. Some days بعض الايام you might focus more on work ممكن تركز اكتر على العمل while other days بينما ايام اخرى you might have more time and enjoy to pursue your hobbies. ايام تانية بيكون عندك وقت لممارسة الكثير من هوايات او ممارسة او الاستمرار في هواياتك وانك تقضي وقت كتير عند انرجي وطاقة في استكمال هواياتك or spend time with your loved ones او تقضي وقت مع اصحابك المقربين او المحبوبين. Balance is achieved over time not each day. It's important to remain flat and constantly assess where you are versus your goals and priority said Helter Monahan. عايز يقول ان التوازن بيتحقق يتحقق التوازن over time بمرور الوقت not each day مش كل يوم
ومن المهم it's important to remain flood أن تظل مرنا and constantly assess وتقيم باستمرار where you are يعني مكانك versus مقابل your goals أهدافك and priorities وأولوياتك said Helter Monahan founder اللي هو مؤسس of the career mentoring group مؤسس مجموعة التوجيه المهني في بوسن هيلز At times your children may need you في أوقات أطفالك ممكن يحتاجوك and other times you may need to travel for work في أوقات تانية محتاج تروح أنت الشغل but allowing yourself to remain open to redirecting and assessing your needs ولكن سماح لنفسك أن تظل open يعني حر في redirecting إعادة توجيه وتقييم احتياجاتك on any day is a key هو المفتاح to finding a balance في إيجاد التوازن قطع رخمة شوية اقراها مرتين ثلاثة هتبقى الدنيا حلوة فيها بس الأسئلة سهلة جدا يلا بينا نخش على الأسئلة The importance of work life balance أهمية التوازن بين الحياة والعمل احنا بنقول القطعة سهلة ليه لأن غالبا الاختيارات بتبقى باينة الإجابات بتبقى باينة وفي إجابات تانية بتبقى بعيدة خالص أهمية التوازن بين الحياة والعمل الذات إيه has a lower risk of burnout له lower risk يعني خطر أقل من البيرن أوت التوتر أو الانهيار العصبي تمشي let you relax at your vacation حاجة بتخليك تركز ترتاح to relax في الفاكيشن بتاعتك في أجازتك برضو تمشي create a family feeling at work تخلق إحساس للأسرة في العمل طبعا الكلام ده ملوش علاقة بالواقع يبقى الإجابة ممكن تكون A و B are responsible for providing environments مسؤولين عن توفير بيئات that support work-life balance اللي بتوفر توازن بين الحياة والعمل مين اللي بيعمل كده؟ مين المسؤول عن توفير بيئة تساند أو توفر التوازن بين الحياة والعمل؟ هل الفاميلي؟ الأسرة؟ لا وايفز الزوجات؟ لا الامبلويز الموظفين ولا الامبلويرز أصحاب العمل؟ لا قريناها امبلويرز أصحاب العمل هم اللي مسؤولين على كده Work Life Balance Help التوازن بين الحياة والعمل بيساعد على إيه؟ Experience greater cases of absenteeism بتوفر أو بتجرب greater cases حالات كبيرة من التغيب ولا enjoy a more loyal and productive workforce هي دي طبعا بيساعد على الاستمتاع ب more loyal and productive workforce قوة عمل انتاجية و more loyal أكثر ولاء employees have a chalet on the coast طبعا بعيدة خالص ما تقلقش الموظفين بيكون عندهم شاليه على الساحل ولا AOC لا طبعا مش AOC خالص work life balance is to التوازن بين الحياة والعمل is to eat. choose a realistic schedule اختيار جدول واقعي حلو divide time equally between work and home هل ان انا اقسم الوقت بالتساوي يعني اشتغل 8 ساعات واقعد 8 ساعات في البيت اشتغل 12 ساعة واقعد 12 ساعة لا مش بالضرورة divide the weekends تقسم الويك اند لا الويك اند ده اجازة choose a perfect schedule اختار perfect schedule لا مش perfect هو realistic realistic يعني واقعي انك تعمل جدول واقعي allowing yourself to redirect and assess your needs انك تسمح لنفسك اعادة توجيه وتقييم احتياجاتك on any day ده اخر سطر في قطعة كلها on any day is a طبعا الاجابة is key هو مفتاح in finding balance في ايجاد التوازن having a productive key ان يكون having a productive day ان يكون عندك يوم انتاجي at work and leaving early والمغادرة بدري to spend the other half of the day انك تقضي نص اليوم التاني with friends and family is a هل far better than spending the whole day working افضل بكتير من انك تقضي اليوم كله في العمل ولا the real work life balance هو ده التوازن الحقيقي بين الحياة والعمل ولا a part of mental health جزء من الصحة النفسية او العقلية not considered a work life balance لا يعتبر هو قالها كده لا يعتبر توازن مش كونك ان انت بتسيب الشغل بدري وتروح اليوم بدري ده توازن بين الحياة والعمل the best title of the passage is طبعا افضل عنوان للقطع هو work life balance اللي قاعد يكررها كتير the meaning of the underlined word absenteeism معناها ايه الابسنتيزم دي التغيب is wasting time تضييع الوقت لا complaining الشكوى لا rudeness الوقاحة لا يبقى not showing يعني مش موجود غايب الترجمة سيكون من الحماقة تجنب مخاطر التلوث تلوث المياه انه الشيء الذي تعتمد عليه حياة الانسان نشوف الاجابات it would be foolish to avoid the dangers of pollution of water جميل لغاية دلوقتي it's the thing on which man's life depend بتاخد on يا جماعة فقلنا on which تمام
الجملة دي زي الفل ما فيهاش أي ميستيك، هي دي الصح. It would be foolish to avoid the dangers of pollution of water. هي زي فوق بالظبط، لو قستها هتلاقي هي مفيش اختلاف. It's the thing on which man's life lies. لا مش lies، هي depends. معمولة هنا depends وهنا depends وهنا depends. يبقى دي اللي غلط. ماشي؟ نشوف بقى لون تاني. It would be selfish. لا selfish، لا selfish هي الغلط. معمولة هنا اهو foolish، هنا foolish، هنا foolish، وهي أصلا من الحماقة فوق. D. It would be foolish to avoid the dangers of pollution of the air. air غلط. هنا معمولة water. هنا water. هنا water. وهي تلوث المياه وليس تلوث الهواء. يبقى الإجابة الصح فعلا هي A. يعتقد بعض المعلمين أن استخدام أجهزة الكمبيوتر في الفصل يمكنه أن يضيع وقت الحصة لضعف خدمات الإنترنت في معظم البلاد. Some teachers believe that using computers in the classroom can waste class time due to the poor internet service. حلو قوي لغايه دلوقتي. In some countries. لا مش some، هو اي المعظم، يبقى in most countries مش some countries. حتى تلاقيها تحت most. يبقى هي الاجابه most مش some. يبقى الاولانيه دي غلط. الجمله الثانيه. Some teachers believe that using computers in classroom can waste last time due to the poor internet service in other countries. زي الفل، الجملة دي هي الصح. ماشي، تعال نشوف اللي وراها بلون تاني. Some teachers believe that using computers in classroom can waste classroom time due to the rich. لا مش the rich، هي poor. معمول هنا poor وهنا poor وهنا poor، وفي الإجابة ضعيفة، خدمة ضعيفة. الأخيرة. Some teachers believe that using computers in the classroom cannot. لا هي can وفوق معناها يستطيع، يمكن. ماشي. People usually differ in celebrating the same occasion according to different nationalities, religions and traditions. يبقى عايز يقول يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة باختلاف جنسياتهم وبلادهم. لا استنى، اختلاف جنسياتهم nationalities religions مش بلادهم، دي دياناتهم. معمول هنا دياناتهم ودي دياناتهم ودي دياناتهم، يبقى دي اللي غلط. يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة باختلاف جنسياتهم ودياناتهم وتقاليدهم، دي صح زي الفل ما فيهاش أي مستيك. يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة بإتقان. لا بإتقان، لا باختلاف. معمول هنا باختلاف وهنا باختلاف. ماشي، اللي هي different فوق، يبقى دي كمان غلط. يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة باختلاف جنسياتهم ودياناتهم وعاداتهم. لا مش عاداتهم، عاداتهم المفروض تقاليدهم. ادي تقاليدهم اللي هي traditions. The state plays greater attention، تقوم باهتمام greater اعظم to talented people، للموهوبين. In all fields، في جميع المجالات. To create generation، لخلق جيلا. Of scholars and artists، من العلماء والفنانين. طول الدولة اهتماما كبيرا بالموهوبين في بعض. لا ما قالش بعض، قال all يعني مش بعض، all يعني كله. هتلاقيها حتى موجودة تحت جميع. يبقى دي اللي غلط لأنها all. طيب طول الدولة اهتماما كبيرا تانية بالموهوبين في جميع المجالات لخلق جيل من العلماء والممثلين. لا مش ممثلين يا باشا، ارتست هنا مقصود بيها فنانين، وهتلاقي معمول هنا فنانين وهنا فنانين وهنا فنانين. طول الدولة اهتماما كبيرا بالموهوبين في جميع مجالات لخلق جيل من العلماء والفنانين. زي الفل، هي دي الصح. تمام. دال غلط ليه؟ طول الدولة اهتماما صغيرا، بنت قوي صغيرا. لا هو اهتماما كبيرا وهنا great. ماشي كده، يبقى خلصنا الامتحان العاشر على خير. يا رب تشوفوه، يا رب تسمعوه وتستفيدوا منه. تمام، انا عمال انزل في الفيديوهات والناس مش عارف ليه مش عايزه تكمل، وتكمل الدنيا على خير. كمل الدنيا على خير عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في الامتحان. خلاص، الجمل الامتحانات اللي احنا قلناها فيها حاجات مهمه جدا. استمر ان شاء الله، ربنا هيعوضك تعبك ده كله بالخير ان شاء الله. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. اقول لك جود باي.